وكان بيكبر سيدنا يحيى بن زكريا وبينمو في رعاية الله وبركاته. ولما كان عمره حوالي 30 سنة أوحاله الله برسالة وهو في الصحراء، ودي كانت السنة 15 من زمن حكم القيصر تيبريوس، وكان بيلاطس حاكم على المناطق اللي حوالين القدس، وهيرودس أنتيبياس ابن الملك هيرودس الكبير كان حاكم على منطقة الجليل، وحنان وقيافة في الوقت ده كانوا رؤسة رجال الدين الأعلى. وراح النبي يحيى عليه السلام لكل مكان على ضفاف نهر الأردن يدعي الناس للتوبة عشان يغفر لهم الله ذنوبهم، وكان بيغطسهم في المية، ودي كانت علامة على أنهم تابوا. ولما كان النبي يحيى عليه السلام بيغطس الناس في المية، جه سيدنا عيسى عليه السلام وكان عاوز يتغطس في المية هو كمان. ولما كان سيدنا عيسى بيصلي انفتحت السماء، ونزلت عليه روح الله كأنها حمامة، وصوت من السماء قال: أنت المختار المقرب إلي أكتر من ابن، وأنا فرحان بيك. ولما بدأ سيدنا عيسى عليه السلام رسالته كان عنده حوالي 30 سنة، وكانوا الناس لسه فاهمين إنه ابن يوسف. وزي ما احنا عارفين يوسف من نسل الملك داود عليه السلام، والملك داود كان من نسل سيدنا إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم كان من نسل سام ابن نوح عليه السلام، اللي كان من نسل شيث ابن أبونا آدم اللي خلقه الله سبحانه وتعالى. وبعد ما سيدنا يحيى غطس سيدنا عيسى عليه السلام في نهر الأردن، مشي سيدنا عيسى عليه السلام وهو مليان بروح الله اللي قضته للصحراء لمدة 40 يوم بلياليهم، وكان بيحاول إبليس يوقعه طول الوقت ده. وفي آخر 40 يوم جاع قوي لأنه ما كلش حاجة خالص طول المدة دي. فقال له إبليس: لو أنت بجد الابن الملك يخلي الحجر ده يبقى عيش. فجاوب سيدنا عيسى عليه السلام وقال له: مذكور في التوراة ليس بالخبز وحده يحيي الإنسان. وبعد كده أخذوا إبليس على جبل عالي وفي لمح البصر وراه كل ممالك الدنيا ومجدها، وقال له: حدي لك سلطة عليها كلها علشان هي بتاعتي، وأقدر أديها لأي حد أنا عاوز أديها له، بس لو سجدتيلي. فجاوب سيدنا عيسى عليه السلام وقال له: مكتوب في التوراة لله ربك بس تسجد ووحده تعبد. واخدوا إبليس للقدس ووقفوا في أعلى مكان في حرم بيت الله وقال له: لو أنت الابن الملك يرمي نفسك من هنا علشان مكتوب في الزبور إن الله حيوسم ملائكته إن هم يحرسوك ويتلقوك على إيديهم قبل ما رجلك تلمس الأرض. فجاوب سيدنا عيسى عليه السلام وقال له: مكتوب في التوراة ما تختبرش ربنا في وعده. ولما خلص إبليس كل حيلة سابه لحد ما تيجي فرصة تانية. Ha ha ha!
وبعد كده رجع سيدنا عيسى عليه السلام لمنطقة الجليل مليان بقوة روح الله. والكل كانوا بيحترموه وصيته زاع وبقى معروف في كل مكان. وفي مرة رجع سيدنا عيسى عليه السلام للناصر المكان اللي اتربى فيه، ولما جه يوم الراحة المقدس زي العادة راح لبيت العبادة اللي في الناصرة ووقف عشان يقرأ. فجابوا له اللي كتبه النبي إشعيا وطلع الجزء اللي بيتنبأ عن المسيح اللي بيقول: أيدني الله بروحه واختارني عشان أبشر الغلابة بالسعادة، وعشان أعلن للمقصورين حريتهم وأرد للعمي نظرهم والمظلومين حقوقهم، وعشان أعلن عن بداية زمن رضا الله. النهاردة كل الكلام اللي سمعتوه حصل، فاستعجبوا منه. مش معقول، مش ده هو ابن يوسف النجار؟ فرد عليهم: مفيش شك ان انتوا بتفكروا في المثل اللي بيقول باب النجار مخلع. انتوا فاكرين اللي حصل ايام النبي الياس لما ما كانش فيه مطر لمدة 3.5 سنين، وحصلت مجاعة كبيرة في بلدنا، وبالرغم من ان كان في ارامل كتيره في بلدنا، لكن الله بعت النبي الياس لارمله غريبه عن شعبنا. وكمان في ايام النبي اليسع كان في ناس كتيره في بلدنا عندهم برص، لكن ربنا ما شفاش منهم حد غير نعمان السوري رئيس جيش اعدائنا، فغضب كل الموجودين في بيت العباده من سيدنا عيسى لما سمعوا الكلام ده، فقاموا عليه وخرجوه من البلد وخدوه عشان يحذفوه من فوق الجبل اللي قريتهم مبنية عليه. بالرغم من كل ده قدر يخرج من وسط الزحمة وراح لحاله. وراح لقرية كفر نحوم، وهناك ابتدى يعلم الناس، وده كان في يوم سبت ويعتبر يوم العبادة عند اليهود. والناس كانوا متعجبين من كلامه ومن قوة تعليمه. وكان في الوقت ده موجود في بيت العبادة رجل عليه شيطان، فصرخ بأعلى صوت عنده وقال: المسيح، احنا عارفينك يا عيسى الناصري، انت الملك المختار من الله، انت جيت علشان تهلكنا ولا ايه؟ ما تسيبنا في حالنا. قال له سيدنا عيسى عليه السلام بحزم: اخرس واطلع منه. فوقع الراجل قدامهم كلهم وطلع الشيطان منه من غير ما يأذيه. فتعجبت كل الناس وقالوا لبعضهم: ايه اللي بيحصل ده؟ ده بسلطة وقوة بيقول للشيطان اخرج، فبيخرج. وكان صيته بيزيع في كل مكان. وبعد كده مشي سيدنا عيسى عليه السلام من بيت العبادة وراح لبيت واحد اسمه سمعان، وكانت حماته عيانة بالحمى، فطلبوا منه أهل البيت أن يشفيها.
فقرب منها وأمر الحمى تسيبها، فخفت في الحال. وقامت على طول تخدمهم. ولما جه وقت الغروب الشمس وانتهى يوم الراحة المقدس، جابوا الناس العيانين وحط ايده على كل واحد منهم وشفاهم. وفي الوقت اللي كان بيطلع فيه الشياطين من الناس، كانت الشياطين بتصرخ وتقول انت الابن الملكي. وكان سيدنا عيسى عليه السلام بيسكتهم ومش مخليهم يكملوا كلامهم، علشان ما كانش عايزهم يعلنوا ان هو المسيح المنتظر. ولما طلع الصبح مشي سيدنا عيسى عليه السلام وراح لحتة ما فيهاش حد عشان يصلي ويعبد الله، وكان في ناس كتيرة بتدور عليه. ولما لقوه صمموا ان يقعد معاهم شوية، فقال لهم سيدنا عيسى عليه السلام انا لازم برضه اروح لاماكن تانية علشان اقول للناس عن الخبر المفرح اللي بعتنا الله عشانه واللي بيعلن عن مملكة الله. وسابهم علشان يكلم الناس في بيوت العبادة في منطقة الجليل عن بداية مملكة الله. وفي يوم كان سيدنا عيسى عليه السلام بيعلم الناس في بيت واحد من كفر نحوم، وكان موجود ناس من الفقهاء ومن رجال الدين المتشددين واسمهم الفريسيين، ودول جم من كل قرى الجليل وكمان من القدس والمناطق اللي حواليها. وفي الوقت ده جالوا ناس شايلين واحد مشلول على مرتبة، وحاولوا انهم يدخلوا البيت اللي كان فيه سيدنا عيسى عليه السلام ويحطوه قدامه. طبعا كان سيدنا عيسى يقدر يشفي العيانين بقوة ربنا، لكن عشان الزحمة ما كانش فيه طريقة يدخلوا بيها البيت، فطلعوا على السطوح وعملوا فتحة في السقف فوق المكان اللي كان موجود فيه سيدنا عيسى، ونزلوه بالمرتبة قدامه. فلما شاف إيمانهم فيه قال للراجل المشلول مغفورة لك ذنوبك. فابتدى الفقهاء والفريسيين يقولوا في بالهم يطلع مين ده اللي بيتكلم بكلام كل كفر زي كده، ده محدش يقدر يغفر الذنوب إلا الله وحده. وعرف سيدنا عيسى عليه السلام اللي بيدور في بالهم وسألهم ليه بيتفكروا إن ده كفر، لكن ده علشان تعرفوا أن سيد البشر اللي الأنبياء اتنبأوا عنه له السلطة أن يغفر الذنوب. قوم وشيل مرتبتك وروح على بيتك. وفي نفس اللحظة قام المشلول قدامهم وشال مرتبته ومشي، وهو بيشكر ربنا وبيحمده قدام كل الناس اللي كانوا متعجبين وبيسبحوا الله معاه وبيقولوا ده احنا شفنا العجب النهاردة. والهيبة ملت قلوبهم من كل اللي شافوه. وبعد كده خرج سيدنا عيسى عليه السلام، وكان في راجل اسمه متى قاعد في مكانه بيجمع الضرائب للرومان اللي كانوا محتلين البلد في الوقت ده.
فبص عليه سيدنا عيسى وقال له: تعال ورايا. فساب متى كل حاجة وقام ومشي وراه. وراح متى عمل عزومة كبيرة في بيته، وكان موجود ناس كتيرة من اللي بيجمعوا الضرائب للرومان وضيوف تانيين. فاشتد الكلام بين الفقهاء والفرسيين مع الحواريين، وقالوا لهم: ليه بتتكلموا وتشربوا مع العصاة ومع الخونة اللي بيلم الضرائب دول؟ فرد سيدنا عيسى وقال لهم: اللي صحته كويسة مش محتاج لدكتور، وأنا ما جيتش علشان أدعي بالتوبة للناس اللي فاكرين إنهم صالحين، أنا جيت عشان أدعي العصاة. وفي يوم من الأيام طلع سيدنا عيسى لجبل علشان يصلي، وقضى هناك الليلة كلها. لما طلع النهار جمع كل اللي كانوا ماشيين وراه، واختار منهم 12 عشان يكون الحواريين المقربين منه، ومن ضمنهم ابن الصخرة وأولاد زبدي يعقوب ويوحنا ومتى. وكمان يهوذا اللي بيسموه الأسخريوطي اللي في الآخر حيخونه. وبعد كده نزل سيدنا عيسى عليه السلام مع الحواريين ال 12 من على الجبل، ووقف على السهل، وكان في عدد كبير من أتباعه معاه، وناس تانية كتير من كل مكان في القدس ومن القرى اللي حواليها ومن ساحل سور وصيدة. كلهم جم عشان يسمعوا تعليمه، واللي كانت الشياطين لابساهم وبتعذبهم طلعها منهم كمان. وكل الناس العيانة كانت بتحاول تلمسه بسبب قوة الشفاء اللي كانت عنده. ولما خلص سيدنا عيسى كلامه مع الناس رجع لقرية كفر نحوم، وكان هناك ضابط في جيش الرومان وعنده عبد بيحبه قوي. وفي الوقت ده كان عبده تعبان وبيموت، فلما سمع الضابط عن معجزات سيدنا عيسى عليه السلام بعت له ناس من شيوخ شعب بني يعقوب علشان يطلبوا منه انه يجي ويشفى عبده. فلما راحوا لسيدنا عيسى عليه السلام اترجوه وقالوا له: الضابط ده يستاهل انك تشفي له عبده علشان هو بيحب شعبنا، وكمان بنالنا بيت للعبادة. فراح سيدنا عيسى معاهم، وفي الطريق بعت الضابط أصحابه علشان يقولوا له: أدوني رئي أمار أنا تتريخ את עצמך כי אינני כדאי שתבוא בצל כוח. يا سيدي أؤمر إن عبدي يقوم بالسلامة من مكانك، وما تتعبش نفسك وتيجي بيتي علشان أنا ما استحقش إنك تدخله، ولأن حتى قبلك فأنا ليا ناس فوقي بتديني أوامر، وناس تحتي بتاخد مني أوامر، ولما بعوز أعمل حاجة بأمر لتحتي من غير ما أحتاج أتحرك من مكاني. فلما سمع سيدنا عيسى الكلام ده تعجب، وبص لكل الناس الكتيرة اللي حواليه وقال لهم: أقول لكم الحقيقة، أنا ما لقيتش حد بين كل شعب عنده إيمان بيا زي الراجل ده. وبعد كده رجع أصحاب الضابط للبيت، فلقوا إن عبده اللي كان عيان خف وصحته بقت كويسة. وفي يوم من الأيام قال سيدنا عيسى عليه السلام للحواريين: يلا نعدي بحيرة الجليل ونروح للشط الثاني. فركبوا مركب، وفي طريقهم للشط الثاني نام سيدنا عيسى عليه السلام في المركب، وفجأة هبت ريح جامدة قوي، وابتدت المركب تتملي بالمية، وحس الحواريين بالخطر.
صرخوا وراحوا يصحوا سيدنا عيسى ويقولوا له: يا سيدنا يا سيدنا احنا بنغرق. كان سيدنا عيسى ومر الريح والموج الهايج انه يهدي. فهدت الدنيا في ساعتها، فقال لهم: فين ايمانكم بيا؟ فقالوا البعض وهم مذهولين: مين ده علشان يؤمر الريح والموج انه يطعوه؟ ووصلوا على الشط الثاني من منطقة الجليل، ولما نزل سيدنا عيسى عليه السلام على الشط قابله راجل ملبوس عريان وعايش في المدافن من مدة طويلة، وكان الناس بيربطوه بالسلاسل وبيحرسوه، لكنه بقوة الشيطان اللي لطى نفسه كان بيقطع السلاسل وبيهرب في البرية. فلما شافوا سيدنا عيسى عليه السلام أمر الشيطان أن يخرج منه، فرمى الراجل نفسه قدام سيدنا عيسى وصرخ الشيطان اللي عليه وقال: انت عاوز مني ايه يا عيسى يا مختار الله؟ ارجوك ما تعذبنيش. فسأله سيدنا عيسى عليه السلام: اسمك ايه؟ فقال له: كتيبة، علشان كان في كتيبة شياطين لبساه. وترجت الشياطين سيدنا عيسى عليه السلام انه ما امرهمش انهم يروحوا مكان الحبس والعقاب. وكان في خنازير كتيرة بترعى على الجبل، عشان الناس اللي كانوا ساكنين في المنطقة دي كانوا وثنيين، فتوسلت الشياطين سيدنا عيسى انه يسمح لهم بالدخول في الخنازير، فسمح لهم. فطلعت الشياطين من الراجل ولبست الخنازير، فهاجت الخنازير وجريت بجنون من على الجبل ووقعت في البحيرة وغرقت. ولما شافوا أصحاب الخنازير اللي حصل خافوا جدا وجروا، وقالوا لأهل القرية وكل الناس اللي عايشين حواليها عن اللي حصل. فجيت الناس علشان تشوف ده بنفسها، فلقوا الراجل قاعد عند رجلين سيدنا عيسى لابس وبتصرف بشكل طبيعي خالص، فخافوا. واللي شافوا المعجزة دي حكوا عنها لكل اللي قبلوهم، فطلبوا أهل المنطقة دي من سيدنا عيسى إنه يبعد عنهم ويسيب المنطقة بتاعتهم بسبب الخوف الشديد. وقبل ما يركب سيدنا عيسى المركب علشان يرجع للشط اللي جاي منه، طلب الراجل اللي خرجت منه الشياطين إنه يروح مع سيدنا عيسى، لكن سيدنا عيسى عليه السلام رد عليه وقال له: ارجع بيتك واحكي للناس عن كل حاجة كويسة عملها معاك ربنا. فراح الراجل وحكى لكل الناس عن اللي عمله معاه سيدنا عيسى. ولما رجع سيدنا عيسى لكفر نحوم رحبت به الناس، وقالوا واحد اسمه ييروس وترجاه انه يروح معاه لبيته علشان بنته الوحيدة اللي كان عمرها 12 سنة كانت بتموت، فراح معاه. ومن الزحمة دي كان في ست عندها نزيف من 12 سنة وصرفت كل اللي حلتها على الدكاترة والأدوية عشان تخف وما خفتش. فجيت من ورا سيدنا عيسى عليه السلام ولمست طرف عبايته، فوقف النزيف في ساعتها. فقال سيدنا عيسى عليه السلام: مين اللي لمسني؟ فلما ما حدش جاوبه قال له ابن الصخرة: يا سيدنا ازاي بتقول كده؟ ده في ناس كتيرة حواليك وزحمة كبيرة. فرد سيدنا عيسى وقال له: في حد لمسني، بقصد علشان انا حسيت بقوة خرجت مني. فلما سمعت الست الكلام ده قربت من سيدنا عيسى عليه السلام وهي بتترعش، ورمت نفسها تحت رجليه وقالت قدام كل الناس:
ليه لمسته وإزاي خفت على طول؟ فقال لها: يا بنتي، إيمانك بيا نجاكي، روحي بالسلامة. وهو بيتكلم جه واحد من بيت يايروس وقال له: بنتك ماتت، ما تتعبش سيدنا. فسمع سيدنا عيسى عليه السلام فقال ليايروس: ما تخافش، بس آمن وهي هتعيش. ولما وصل البيت كانت الناس برا عمالة تعيط وتندب عليها، فقال لهم: ما تعيطوش، هي ما ماتتش، دي نايمة. فضحكوا عليه عشان كانوا متأكدين انها ماتت. فدخل سيدنا عيسى البيت وما خلاش حد يدخل معاه غير ابو البنت وامها وتلاتة من الحواريين، ابن الصخرة ويعقوب ويوحنا. אל בחוף, כי ישנה היא ולא מתה. فمسك ايدها وعلى صوته وقال لها: يا بنت قومي. فردت فيها الروح وقامت على طول. فقال لهم: ادوها حاجة تاكلها. فتعجب ابوها وامها وما كانوش مصدقين عيونهم باللي حصل، ووصاهم سيدنا عيسى انهم ما يقولوش لحد عن اللي حصل. وفي يوم من الايام جمع سيدنا عيسى عليه السلام الحواريين الاتناشر واداهم قوة وسلطة علشان يطردوا الشياطين ويشفوا المرضى ويعلنوا عن بداية مملكة الله. فقال لهم: ما تاخدوش معاكم حاجة في الطريق، ولا عصاية ولا شنطة ولا أكل ولا فلوس ولا حتى جلابية زيادة. وفي أي بلد تدخلوها أول واحد يعزمكم اقعدوا في بيته لحد ما تمشوا من البلد دي. فلو ما حدش رحب بيكم امشوا ونفضوا حتى التراب بتاع بلدهم من رجليكم، دليل على غضب الله عليهم. فراحوا من بلد لبلد يعلنوا عن بداية مملكة الله ويشفوا المرضى في كل مكان كانوا بيروحوه. ولما رجع الحواريين الاتناشر قالوا لسيدنا عيسى عليه السلام عن كل اللي عملوه، وبعد كده أخدهم لمكان بعيد عن الناس وقريب من بلد اسمها بيت صيدا. بس لما الناس عرفوا ان سيدنا عيسى عليه السلام موجود هناك راحوا له، فرحب بيهم وكلمهم عن مملكة الله وشفى كل العيانين اللي كانوا محتاجين لشفاء. وكان عدد الناس دول حوالي 5000 راجل، ده غير الستات والأطفال. ولما قربت الدنيا تليل جم ال 12 وقالوا له: خلي الناس يروحوا للقرى والمزارع القريبة منها علشان يلاقوا أكل ومكان يباتوا فيه، علشان مفيش حاجة هنا. فقال لهم سيدنا عيسى عليه السلام:
ادوهم ياكلوا. فقالوا له ما عندناش الا خمس ترغفه وسمكتين، ولا نروح نشتري اكل يعني لكل الناس دي؟ فقال لهم قعدوهم في مجموعات بحيث كل مجموعه يبقى فيها 50 واحد. فعملوا زي ما قال لهم. فأخذ سيدنا عيسى الخمس ترغفة والسمكتين ورفع عينه للسماء وشكر ربنا على الأكل، وابتدى يقطع العيش ويدي العيش والسمك للحواريين علشان يدوا الناس. فأكلوا كلهم وشبعوا وشالوا 12 قفة اتبقت من الأكل. وبعد ما سيدنا عيسى عليه السلام بدأ دعوته، فضل يروح من مكان لمكان ويعلم الناس ويعمل معجزات، فشفى مرضى وخرج شياطين وأحيا موتى وهدى رياح، وكمان أكل 5000 واحد في 5 ترغفة وسمكتين. وفي مرة كان سيدنا عيسى عليه السلام بيصلي لوحده، وكان الحواريين بعيد عنه شوية، فبعد ما صلى سألهم إيه اللي بيقولوا الناس عني؟ فقالوا له الحواريين ناس بيقولوا إنك يحيى ابن زكريا اللي قتل هيرودس ورجع للحياة تاني، وناس بيقولوا إنك النبي إلياس عليه السلام، وناس تانيين بيقولوا إنك نبي من الأنبياء بتوع زمان اللي قام من الموت بقوة الله. فقال لهم ويا ترى انتوا بتقولوا علي ايه؟ فقال له ابن الصخرة انت هو المسيح المختار اللي بعته ربنا. فأكد عليهم سيدنا عيسى وقال لهم ما تقولوش لحد، علشان انا سيد البشر لازم اتعذب واترفض من الشيوخ ورؤساء رجال الدين والفقهاء واتصلب، لكن في اليوم الثالث هقوم من الموت. وبعد ما خلص كلامه مع الحواريين قال لكل الموجودين أي واحد منكم عايز يتبعني لازم يسلمنا حياته ويكون مستعد أن يترفض من الناس زي ما رفضوني ويتعذب كمان، ومش بس كده ومستعد أن يموت على صليب، علشان اللي عايز يتمتع بحياته في الدنيا دي هيخسرها في الآخرة، لكن اللي يستعد يضحي بحياته علشاني في الدنيا دي هيربحها في الآخرة. وإيه اللي هتستفيده لو ربحت الدنيا كلها وخسرت نفسك؟ لو استعريت مني ومن كلامي هستعر منك لما أجي تاني في جلالي وجلال الله والملائكة حواليا. قال لكم الحقيقة، في ناس موجودة هنا مش هيموتوا لحد ما يشوفوا عظمة مملكة الله. وبعد كده بحوالي 8 أيام أخذ سيدنا عيسى عليه السلام ابن الصخرة ويوحنا ويعقوب وطلع على جبل علشان يصلي. وهو بيصلي بقت هدومه بيضة قوي وبتلمع ووشه بقى مختلف، وفجأة ظهر جنبه النبي موسى والنبي إلياس عليهم السلام، وكان منظر مهيب، وبدأوا يتكلموا مع سيدنا عيسى عليه السلام عن رحيله اللي هيتم في القدس وإزاي هيموت. وفي الوقت ده غلب النوم على ابن الصخرة ويوحنا ويعقوب،
لكن لما قاموا من النوم شافوا جلال عيسى والرجالين اللي واقفين معاه والرجالين ماشيين قال ابن الصخر المسيح قد ايه جميل اننا نكون هنا، ويا ريت لو نعمل ثلاث خيم، واحده لك واحده لموسى واحده لإلياس. وما كانش ابن الصخرة عارف ايه اللي بيقوله، وفي الوقت اللي كان بيتكلم فيه ابن الصخرة جت سحابة وضللت عليهم فخافوا وسمعوا صوت من السحابة بيقول هو ده المسيح المختار اسمعوا له. وبعد كده لقوا سيدنا عيسى عليه السلام لوحده وما فيش حد فيهم جاب سيرة عن الموضوع ده لمدة طويلة. وفي مرة في يوم الراحة المقدس راح سيدنا عيسى لبيت واحد من رؤساء الفريسيين كان عزمه على وليمة، وكان علماء التوراة والفريسيين بيراقبوه، وشاف سيدنا عيسى عليه السلام راجل عيان وجسمه كان مورم، فقال سيدنا عيسى المفسرين التوراة والفريسيين يا ترى لو شفيت حد في يوم الراحة المقدس ده حيكون حلال ولا حرام؟ فمحدش جاوبه. فمسك الراجل العيان وشفاه ومشاه، وبعد كده قال لهم لو حد فيكم حماره ولا طوره وقع في حفرة في يوم الراحة المقدس تفتكروا هتسيبه ولا مش هتطلعه في ساعتها؟ ومحدش قدر يجاوب على سؤال. ولما شاف ان في ناس موجودة في الوليمة بتتمنظر مفكرة انها اهم من الناس كلها الموجودة في الحفلة قال لهم اللي في الحفلة مفكرين انهم اهم الناس ما تفكروش كده، عشان ممكن يكون في حد اهم منكم وانتم مش عارفين، فيجي بعد شوية اللي عزمك ويقول لك ادي مكانك للراجل ده، فتقوم وانت مكسوف وتقعده. عشان كده لما تنعزم روح اقعد في اخر مكان، فلما يجي اللي عزمك يقول لك يا صاحبي تعال اقعد قدام، وبكده يكرمك قدام كل المعزومين معاك، علشان كل اللي بيتكبر بيذل الله، وكل اللي بيتواضع بيرفعه الله. الوقت ده قال سيدنا عيسى عليه السلام للي عزمه لما تعمل عزومة ما تعزمش أصحابك ولا أخواتك ولا قرايبك ولا جيرانك الأغنياء، علشان هم كمان هيعزموك وبكده تبقى خدت ثوابك، لكن لما تعمل عزومة اعزم الفقراء والمشللين والعرج والعمي اللي ما قدروش يعزموك، وربنا هيباركك فيك وتنول ثوابك يوم القيامة. لما سمع واحد من الناس المعزومين الكلام ده قال لي سيدنا عيسى عليه السلام هنياله اللي يأكل من الوليمة في مملكة الله. فرد سيدنا عيسى عليه وقال له كان في راجل عامل عزومة كبيرة عازم فيها ناس كتيرة، ولما جه وقت العزومة بعت الخادم بتاعه للمعزيم علشان يقول لهم تعالوا دي كل حاجة جاهزة. فابتدت المعزيم تعتذر واحد ورا التاني، فقال الأول للخادم أنا مش هقدر أجي عشان أنا اشتريت حتة أرض جديدة ولازم أروح أعينها، وقال له التاني معلش أنا مش هقدر أجي عشان أنا اشتريت 5 تجواز تيران وحروح أشوفها، وقال له واحد تاني أنا مش هقدر أجي عشان أنا يدوبك لسه متجوز. فرجع الخادم وقال لسيده اللي عامل العزومة الكبيرة دي على كل اللي حصل، فزعل سيده وقال للخادم روح ولف في كل الشوارع وحواري القرية وجيب الفقرة والعرج والعمي
والناس اللي عندها شلل. فنفذ الخادم أوامر سيده ورجع وقال له: يا سيدي، أنا عملت اللي أنت أمرتني بيه ولسه في أماكن فاضية. فقال له سيده: لف في الشوارع والحواري اللي برا القرية وادعي الناس وما تسيبهمش لغاية ما يجوا معاك ويتملى بيتي بهم، وما فيش واحد من المعزيم اللي اتحججوا وما جوش هيحضر عزومتي. وكمان الفريسيين والفقهاء ما كانوش مبسوطين من سيدنا عيسى عليه السلام، علشان كان بيتعامل مع الخطاة ومع اللي بيجمعوا الضرائب للرومان اللي كانوا بيسمعوا لتعاليمه. ومش بس كده، ده كان بياكل معاهم كمان. فضرب لهم سيدنا عيسى عليه السلام المثل ده وقال: كان فيه راجل عنده ولدين، وفي يوم جاله ابنه الصغير وقال له: يابا أنا عايز ميراثي. فقسم الأب اللي بيملكه بينه وبين أخوه واداله ميراثه، وجهز الابن الصغير نفسه في كام يوم وسبيت أبوه وسافر لبلد بعيدة، وهناك بعزق كل فلوسه على عيشة الفساد. وبعد ما باع الحديدة حصلت مجاعة كبيرة في البلد دية، فجاع وراح يشتغل راعي خنازير عند صاحب مزرعة من الوثنيين هناك. وبسبب الجوع كان بيتمنى يأكل حتى من أكل الخنازير، وحتى ما كانش طايله. فرجع لنفسه وقال: في ناس كتيرة شغالة عند أبويا، وكل واحد فيهم بياكل لغاية ما يشبع وبيفيد منه كمان، وأنا حموت هنا من الجوع. ده أحسن أقوم وأروح لأبويا وأقول له: أنا غلطت في حق ربنا وفي حقك، وما استحقش إن أكون ابنك، اقبلني أكون واحد من العمال عندك. وهو راجع شاف أبوه من بعيد، فحن عليه وجري ناحيته وحضنه وباسه. فقال الولد لأبوه: يابا أنا غلطت في حق ربنا وفي حقك، وما استحقش إن أكون ابنك. وقبل الولد ما خلص كلامه نادى الأب لعبيده بسرعة كبيرة الخاتم وأحسن هدوم وأحسن جزمة ولبسوهم له، وهات أسمن عجل واذبحوه علشان ناكل ونفرح. ابن ده كان ميت وعاش، وكان ضايع ولقيناه. فابتدوا يفرحوا. أما ابنه الكبير فكان في المزرعة في الوقت ده، وهو راجع سمع صوت الموسيقى والفرح، فنادى واحد من الخدم وسأله: هو في إيه؟ فقال له: أخوك رجع من السفر بالسلامة، وأبوه خلانا نذبح له أسمن عجل. فزعل الولد الكبير قوي ومرضاش يخش البيت. فخرج أبوه عشان يترجاه إنه يدخل، فرد على أبوه وقال: أنا اشتغلت عندك زي عبد ليل ونهار كل السنين دي، ولا مرة كسرت فيها أمر، ومع كده ما ادتنيش حتى جدي صغير علشان أعزم أصحابي عليه. لكن لما رجع ابنك ده اللي بعزق فلوسك على الغوازي ذبحت له أسمن عجل. فقال أبوه: يا ابني انت هنا معايا على طول، وكل فلوسي وحكت ليك، فالمفروض نفرح علشان أخوك ده كان ميت وعاش وكان ضايع ولقيناه.
وفي مرة تانية حكى سيدنا عيسى عليه السلام المثل ده وقال لهم: كان فيه راجل غني وكان عايش في عز ومش حارم نفسه من حاجة، وكان فيه شحات مسكين اسمه العازر، كان رايد على ببيت الغني ده وكان نفسه ياكل الفتافيت اللي بتقع من ترابيزته. واوحش من كده، كانت الكلاب تيجي وبتلحس الجروح اللي تغطي جسمه. في يوم من الايام مات العازر، فشالته الملائكه للنبي ابراهيم عشان يعوضه، ومات الغني كمان واندفن وهو بيتعذب في القبر. بص من بعيد فشاف العازر جنب النبي ابراهيم، فصرخ الغني وقال: يا ابونا ابراهيم، حن عليا وابعت لي لعازر يبل صبعه ويبرد لساني علشان انا بتعذب في اللهيب ده. لكن سيدنا ابراهيم قال له: يا ابن، افتكر انك اخترت نصيب الدنيا وفضلته على نصيب الاخره، لكن حياه لعازر كانت مليانه بالمتاعب، ودلوقتي ربنا بيعوضه هنا وانت بتتعذب هناك. وغير ده كله، في بيننا وبينكم هو ملوش قرار، ومفيش حد يقدر يعدي من عندنا لعندكم ولا من عندكم لعندنا. فقال له الغني: طب انا بتوسل اليك يا ابونا ابراهيم انك تبعت لعازر لبيت ابويا علشان تحذر اخواتي الخمسة من مكان العذاب ده. فقال له النبي ابراهيم: عندهم التوراة وصحف الانبياء، واخواتك ممكن يتعلموا منها. فقال له الغني: بس يا ابونا ابراهيم، لو قام واحد من الموت وراح لهم هيتوبوا. فقال له النبي ابراهيم: لو ما كانوش بيسمعوا للتوراة وكلام الانبياء فما فيش حاجة هتتغير، حتى لو جالهم واحد راجع من الموت. يا مولانا الصالح، ايه اللي اعمله علشان يكون لي نصيب في حياه الخلود؟ فقال له سيدنا عيسى: ليه بتقول لي يا صالح؟ مفيش حد صالح غير ربنا وحده. انت عارف الوصايا اللي بتقول: ما تزنيش، وما تقتلش، وما تسرقش، وما تشهدش تزور، واكرم والديك. فقال له الراجل: من صغري وانا بعمل كل الوصايا دي. فرد سيدنا عيسى عليه وقال له: ينصك حاجة واحدة، ادي كل اللي عندك للفقراء وحيكون لك كنز في السماء، وبعد ما توزع فلوسك تعال وامشي ورايا. صعب قوي ان الاغنياء يخشوا مملكة الله، ده دخول الجمل من خرم الإبرة اسهل من ان يدخل غني لمملكة الله. فاللي سمعوا الكلام ده تعجبوا وقالوا: طب مين اللي ممكن ينجي؟ فقال لهم سيدنا عيسى عليه السلام: اللي ما قدرش عليه الناس يقدر عليه ربنا. فقال له ابن الصخرة: ده احنا سيبنا كل حاجة ومشينا وراك. فقال لهم سيدنا عيسى عليه السلام: قال لكم الحقيقة، أي حد حيسيب بيته أو مراته أو إخواته أو أبوه أو أمه أو أولاده علشان مملكة الله حينال في الدنيا دي أضعاف اللي سابه، وفي الآخرة حينال حياة الخلود. واخد سيدنا عيسى عليه السلام الحواريين الاثناشر على جنب وقال لهم: خلي بالكم، احنا في طريقنا للقدس، وهيتحقق كل اللي كتبه الانبياء عن سيد البشر، انه هيتسلم للاغراب وهيستهزئوا بيه وهيشتموه وهيتفوا عليه وهيجلدوه وهيقتلوه، لكنه هيرجع من الموت في اليوم الثالث. وسمعوا الحواريين كل الكلام ده لكن ما فهموش. وبعد كده مشي سيدنا عيسى عليه السلام في طريقه لمدينة القدس،
ولما قرب من قرية بيت الفج وبيت عنيا الموجودين على جبل الزيتون، قال لاتنين من الحواريين: روحوا للقرية اللي قدامكم، ولما تدخلوها هتلاقوا جحش مركبوش حد قبل كده، فكوه وجبهولي، ولو حد سألكم ليه بتفكوه قولوله ان سيدنا محتاج له. فراحوا لقوا كل حاجة زي ما قال لهم بالظبط. وهم بيفكوا الجحش سألوهم أصحاب الجحش ليه بتفكوه، فقالوا له سيدنا محتاج له. وجابوه للمسيح وحطوا عبايتهم على ظهر الجحش عشان يركب سيدنا عيسى عليه. وكانت الناس بتفرش عبايتها في الطريق قدامه عشان تحترمه. ولما قرب من الطريق اللي نازل على القدس كان في مجموعة كبيرة من أتباعه، وابتدوا يهتفوا بصوت عالي ويسبحوا ربنا على كل المعجزات اللي شافوها، وكانوا بيقولوا: الجلال لله في السماء، وتبارك الملك اللي جاي باسم الله وجاب لنا السلامة. فقالوا شوية من الفارسيين اللي كانوا موجودين وسط الناس: يا معلم قول لأتباعك إنهم يسكتوا. فرد عليهم المسيح وقال لهم: لو سكتوا الحجارة هتصرخ بدلهم. ولما قربوا للقدس بص عليها سيدنا عيسى عليه السلام وابتدى يبكي ويقول: يا ريتك كنت عرفت اللي كان ممكن يجيلك السلام قبل فوات الأوان. وحتيجي عليك أيام أعدائك هيحصروكي وهيهدموكي، ومش هيسيبوا فيك حجر على حجر، وشعبك هيكون لسه جواكي علشان معرفتيش وقت رضا الله عنكي.
وبعد كده راح سيدنا عيسى عليه السلام لبيت الله، وهو داخل ساحة بيت الله شاف بياعين الحمام والخرفان بتوع الذبايح. قال لهم مكتوب في صحيفة النبي إشعيا أن بيت الله مكان للصلاة، لكن أنتم خليتوه مغارة للصوص. ومن ساعتها بقى بيجي كل يوم ويعلم الناس في ساحة بيت الله، وكانوا رؤساء رجال الدين والفقهاء وشيوخ الشعب عايزين يموتوه، لكنهم معرفوش، علشان كانت الناس دايما حواليه وبتسمع له. وفي يوم من الأيام وسيدنا عيسى بيكمل تعليمه عن مملكة الله للناس الموجودة في ساحة بيت الله، جم رؤساء رجال الدين والفقهاء وشيوخ الشعب وسألوه: قل لنا مين اللي اداك سلطة عشان تعمل اللي بتعمله؟ فرد سيدنا عيسى وقال لهم: طب انتوا قولوا لي الأول مين اللي ادى يحيى ابن زكريا السلطة علشان يغطس الناس في المية، الله ولا الناس؟ فقالوا لبعضهم: لو قلنا انه أخذ السلطة دي من ربنا هيقول لنا طيب ليه ما صدقتهوش، ولو قلنا انه اخذ السلطه دي من الناس الناس هترجمنا علشان هم بيثقوا فيه وبيقولوا انه نبي. فردوا وقالوا له: ما نعرفش. قال لهم سيدنا عيسى: وانا كمان مش هقول لكم باي سلطه بعمل الحاجات دي. وبعدين ضرب للناس المثل ده وقال لهم: كان في راجل صاحب مزارع وزرع عنب في مزرعة منهم، وأجر فلاحين يشتغلوا فيها وسافر لبلد بعيدة، ولما جه موسم الحصاد بعت عبده للفلاحين دول علشان يدولهم نصيبه من الحصاد حسب اتفاقه معاهم، لكن الفلاحين ضربوه ورجعوه إيد ورا وإيد قدام، فبعت عبد تاني فضربوه هو كمان وشتموه ورجعوه زي الأولاني، فبعت عبد ثالث فضربوه وعوروه ورموه بره المزرعة. فقال صاحب المزرعة: أعمل إيه دلوقتي؟ أبعت ابن الوحيد يمكن يحترموه. فلما شافوه الفلاحين قالوا لبعضهم: هو ده الوريث، يلا نقتله، وبكده مش هيكون في وريث للمزرعة فنقدر نستولى عليها. فرموه بره المزرعة وموتوه. فيا ترى هيعمل فيهم ايه صاحب المزرعة؟ اكيد هيجي ويموتهم ويدي المزرعة لناس تانيين. فلما سمعوا الكلام ده قالوا: يا ترى مش هيحصل ده ابدا. فبصلهم سيدنا عيسى وقال لهم: طب بالنسبة للابن الوحيد اللي رفضوه وقتلوه، ايه رأيكم في الكلام اللي مكتوب في الزبور؟ الحجر اللي ما كانش البنا عايز يستعمله بقى اهم حجر ماسك المبنى كله، كل واحد حياة على الحجر ده هينكسر، واللي حياة عليه الحجر ده هيفتفته. وعرفوا رؤساء رجال الدين والفقه انه قال المثل ده عليهم، وكان نفسهم يقبضوا عليه في ساعتها، لكن خافوا من الشعب. وقرب عيد الفداء اللي هو عيد الفصح، وابتدت الناس تيجي للقدس من كل حتة، وبالرغم ان رؤساء رجال الدين والفقهاء كانوا خايفين من الشعب،
لكنهم كانوا بيدوروا على طريقة علشان يقتلوا بيها سيدنا عيسى عليه السلام. ووسوس إبليس في ودن يهوذا الإسخريوطي، فراح لرؤساء رجال الدين والمسؤولين عن حراسة بيت الله علشان يتفق معاهم على خطة يسلم بيها سيدنا عيسى عليه السلام. ففرحوا واتفقوا معاه انهم يدوله فلوس على كده، فوافق وفضل مستني الفرصة لما يكون سيدنا عيسى بعيد عن الناس. وجه عيد الفصح اللي كانت فيه كل أسرة بتقدم خروف ذبيحة، وقال سيدنا عيسى لابن الصخرة ويوحنا: روحوا جهزوا لنا العشاء بتاع ليلة العيد. فقالوا له: نجهزه فين؟ قال لهم: لما تدخلوا مدينة القدس هتشوفوا راجل شايل قدرة مية، امشوا وراه لغاية ما يخش في بيت وقولوا لصاحب البيت: ده سيدنا بيقول لك فين المكان اللي هتعشى فيه، فحيوريكم أوضة كبيرة ومفروشة في الدور العلوي، وهناك جهزوا العشاء. فراحوا ولقوا كل حاجة زي ما قال لهم عليها سيدنا عيسى عليه السلام، وفعلا جهزوا عشاء العيد. ولما جه وقت العشاء قعد سيدنا عيسى عليه السلام مع الحواريين الاثناشر حوالين الترابيزة، وقال لهم: من زمان وأنا نفسي أكل معاكم العشاء قبل بداية ألامي، وأنا بأكد لكم إن ده آخر عيد فصح هتعشى فيه معاكم لغاية ما تحقق معناه في مملكة الله. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ואחד קובאיה ושקר ربنا وقال: كل واحد يشرب من الكوبايه دي شويه علشان انا باكد لكم ان مش هشرب من عصير العنب ده مره ثانيه لحد ما تتاسس مملكه الله. وبعد كده أخذ سيدنا عيسى عيش وشكر ربنا وقسمه واداهم منه، وقال لهم: ده اللي حيفكركم إني قدمت جسدي علشانكم. تشاركوا العيش مع بعض عشان تفتكروني. وبعد ما تعشوا أخذ سيدنا عيسى الكوباية كمان وقال لهم: الكوباية دي هتكون رمز للعهد الجديد اللي بعمله بدم معاكم اللي هتسفك علشانكم، لكن خلي بالكم علشان اللي هيخوني موجود بيننا دلوقتي، وساد البشر لازم يموت حسب خطة الله، لكن الويل للي هيخوني. فابتدوا الاثناشر يسألوا بعضهم: مين بيننا اللي هيخونه؟ فقال لهم سيدنا عيسى: في العالم الملوك بيحكم الشعوب وبيسيطروا عليهم وبيقول احنا بنعمل كده عشان مصلحة الشعب، لكن ما تعملوش كده. فعظمكم يبقى أقل منكم وكبيركم يبقى خادمكم. يا ترى مين الأعظم؟ اللي بيقعد على الترابيزة واللي بيخدم؟ أكيد في نظركم اللي بيقعد على الترابيزة. شوف إزاي أنا اللي بخدمكم. هلو همسيب وأني هنني بتوخكم كمو همشغت وأتم هم هأمدين. إداني ربنا السلطة في مملكته وأنتم اللي وقفتم معايا، هتاكلوا وتشربوا على ترابيزتي في مملكتي، وحديكم السلطة علشان تحكموا قبائل بني يعقوب ال 12. إبليس عاوز يخليك أنت والحواريين ما تثقوش فيا، لكن أنا تشفعت عشان ما يخبش إيمانك فيا.
يا ابن الصخرة، لكن لما تنتهي من امتحانك أو إخواتك في الإيمان يا سيدي، أنا مستعد أن أروح معاك حتى للسجن، ومش بس السجن، وأموت كمان. يا ابن الصخرة، قبل ما يدن الديك في الفجر هتنكرني 3 مرات وهتقول إنك ما تعرفنيش. أنا بعتكم تبشروا الدعوة بالهدمة اللي عليكم ومن غير أي حاجة خالص، ولا حتى فلوس، فيا ترى احتجتم لحاجة؟ لكن دلوقتي لو عندكم فلوس أو هدوم زيادة خدوها معاكم، ولو ما عندكمش سيف بيعوا العباية بتاعتكم واشتروا واحد بتمنها. وانا بفكركم باللي انكتب في كتب الانبياء وبيقول اتحسب مع اشرار، وهتطبق ده عليا، علشان كل اللي انكتب عني في التوراة وكتب الانبياء هيتم فيا. بص يا سيدنا، في معانا سيفين. طيب كفاية على كده، ويلا بينا. وبعد ما أكل سيدنا عيسى عليه السلام عشا الفصح مع الحواريين، خرج وراح زي عادته لجبل الزيتون، وراح وراه الحواريين. ولما وصل لمكانه المعتاد قال لهم ادعوا ان ربنا يقويكم في وقت الشدة. يا رب، انت تقدر تعفيني من كاس الام الموت ده، لكن نفسي ان كل حاجه تحصل زي ما انت عاوز. وفي الوقت ده بعت له ربنا ملاك من عنده علشان يقويه، وكان في دقيقه مره وبدا يصلي بقوه اكتر من الاول، لحد ما نزل عرقه زي دم على الارض. ولما قام من الصلاة وراح للحواريين، لقاهم رايحين في النوم من التعب والحزن، فصحاهم وقال لهم انتوا نايمين ليه؟ قوموا وادعوا ان ربنا يقويكم في وقت الشدة. وهو بيتكلم معاهم جه يهوذا الاسخريوطي، وكان معاه جماعه من الناس، وقرب من سيدنا عيسى عليه السلام وباسه، فقال له سيدنا عيسى يا يهوذا، ببوسه تخون سيد البشر؟ يا سيدنا، نضربهم بحد السيف. وهم بيتكلموا واحد منهم ضرب عبد رئيس رجال الدين الأعلى، فقال لهم سيدنا عيسى عليه السلام لا، كفاية، ما تأذوش حد. وحط إيده على ودن الراجل وشفاه. هو أنا مجرم علشان تيجوا تقبضوا عليا بسيوف وعصيان؟ ليه ما قبضتوش عليا وانا كنت بعلم الناس في ساحة بيت الله؟ لكن هو ده وقتكم، والسلطة دلوقتي للشر. فقبض عليه وجروه لحد بيت رئيس رجال الدين الأعلى، ومشي ابن الصخرة وراه من بعيد.
وبعد ما وصلوا لبيت رئيس رجال الدين الأعلى، ولع الحراس نار عشان يتدفوا بيها في الحوش، وقعدوا مع بعض. وقعد ابن الصخر قريب منهم، وهو قاعد جنب النار شافته جارية فتحققت منه وقالت الراجل ده برضو كان مع عيسى. فأنكر وقال لها لا أنا معرفوش. وبعد شوية بص عليه واحد تاني وقال له انت برضو من رجالته. لكن ابن الصخر قال له لا يا عم مش انا. أنا متأكد 100% إن الراجل ده كان مع عيسى. لكن ابن الصخر قال له حرام عليكم يا ناس، أنا معرفش أنتوا بتتكلموا عن إيه. وهو بيقول الكلام ده اديه كدا، فراح بس سيدنا عيسى على ابن الصخرة. فافتكر ابن الصخرة كلام سيدنا عيسى ليه قبل ما يدن الديك في الفجر هتنكرني 3 مرات. فساب المكان وبكى بحرقة. والحراس اللي كانوا بيحرسوا سيدنا عيسى عليه السلام كانوا بيستهزئوا بيه وبيضربوه وبيغطوا وشه وبيقولوا له انت بتفكر نفسك ايه، وفضلوا يشتموه. ولما طلع النهار اجتمع شيوخ الشعب واللي من ضمنهم رؤساء رجال الدين والفقهاء وحراس بيت الله، وجابوا سيدنا عيسى عليه السلام للمجلس الأعلى بتاع بني يعقوب. وقال له رئيس رجال الدين الأعلى قل لنا لو كنت أنت هو المسيح المنتظر. فرد عليهم لو قلت لكم على الموضوع ده مش هتصدقوني، ولو سألتكم عن رأيكم مش هتجاوبوني. لكن من دلوقتي هتشوفوا سيد البشر بيحكم بسلطة الله. يا ترى انت بتقول على نفسك انك الابن الملكي؟ اللي قلتوه ده صحيح؟ فقالوا خلاص مش محتاجين لشهادة اكتر من كده مدام اعترف بنفسه. وبدأوا يتهموه ويقولوا لقينا الراجل ده بيضلل شعبنا وبيحرضهم على انهم ما يدفعوش الضرائب للقيصر، وبيدعي انه هو المسيح المختار، يعني عايز يقول انه ملك شعبنا. فسألوا بيلاطس ده صحيح انت بتدعي انك ملك شعب بني يعقوب؟ فرد عليه وقال له اللي قلته ده صح، انا مش لاقي اي ذنب عمله الراجل ده. فهاجوا اكتر وقالوا ده بيهيج الشعب بتعليمه في كل حتة بيروحها من الجليل لحد هنا. فلما سمع بيلاطس كلمة الجليل
سأل إذا كان الراجل ده من هناك، فلما عرف إنه من الجليل فكر يبعته لهرودس أنتيباس اللي كان موجود بالصدفة في القدس في الوقت ده، علشان هيرودس هو اللي كان بيحكم منطقة الجليل، فبعته ليه. فلما هيرودس شاف سيدنا عيسى عليه السلام فرح قوي، عشان كان عايز يشوفه من مدة كبيرة من اللي سمعوا عنه، وكان بيتمنى انه يعمل المعجزة قدامه، وسأل أسئلة كتيرة، لكن سيدنا عيسى عليه السلام ما جاوبش عليه. ورؤساء رجال الدين والفقهاء اللي راحوا معاه لهيرودس كانوا بيتبلوا عليه بكل قوتهم. فاحتكروا هيرودس وعسكروا واستهزأوا بيه ولبسوه روب ملكي، عشان كانت تهمته انه عاوز يبقى ملك. وبعد كده رجعوا لي بيلاطس. وفي اليوم ده اتصالح بيلاطس مع هيرودس، مع انهم كانوا اعداء قبل الموضوع ده. فبعد ما هيرودس رجع سيدنا عيسى لبيلاطس، نادى بيلاطس رؤساء رجال الدين والشيوخ والناس مرة تانية وقال لهم: انتوا جبتوا لي الراجل ده وقلتوا لي انه بيحرض الناس عشان يعملوا ثورة، وانا حققت معاه قدامكم وما لقيتش اي اساس للتهمة اللي انتوا اتهمتوه بيها. وحتى هيرودس كمان رجعه تاني، الراجل ده ما عملش حاجة تستحق الموت. علشان كده أنا هجلده وأخلي سبيله. لكن الناس صرخت وقالت: موته واخلي سبيل باراباس. وسبب وجود باراباس في السجن إنه قتل واحد واشترك في ثورة ضد الرومان في مدينة القدس. أما بيلاطس فكان عايز يطلق سراح سيدنا عيسى عليه السلام، فاتكلم مع الناس مرة تانية لكن صرخوا تاني وقالوا: اصلبوا اصلبوا. فكلمهم للمرة الثالثة وقال لهم: ليه كده؟ ايه هي الجريمة اللي ارتكبها؟ انا مش شايف انه عامل اي ذنب، انا هجلده واخلي سبيله. لكن صمموا أن يتصلب وصرخوا بأعلى صوت: وفي النهاية حكم بيلاطس أنه يتصلب حسب ما طلبوا منه، وأفرج لهم عن باراباس المجرم اللي طلبوه، وسلم سيدنا عيسى عليه السلام لجند الرومان عشان يعملوا فيه زي ما عاوز الشعب.
وهم واخدين سيدنا عيسى عليه السلام عشان يصلبوه. مسكوا العساكر واحد اسمه سمعان، كان راجع من الغيط في الوقت ده، وكان من منطقة اسمها القيروان، وشيلوه صليب سيدنا عيسى عليه السلام ومشوا وراه بالعافية. وكانت ماشية وراه ناس كتيرة، وكان فيهم ستات بتولول وبتعيط عليه، فبص عليهم سيدنا عيسى عليه السلام وقال لهم: يا ستات القدس، ما تعيطوش، لكن عيطوا على نفسكم وعلى أولادكم، علشان هيجي اليوم اللي هيقول الناس فيه: يا بخت الستات اللي ما بتخلفش وبترضعش. ومن شدة غضب ربنا في الوقت ده، الناس هتبدأ تقول للجبال: انزل علينا، وللتلال: غطينا. علشان لو كانت الناس بتعمل شر كده في الغصن الأخضر، فما بالكوا هيعملوا فيه إيه لما ينشف. واخدوا العساكر اتنين مجرمين علشان يصلبوهم معاه، ولما وصلوا للمكان اللي اسمه الجمجمة، صلبوه هناك مع الاتنين المجرمين دول، واحد على يمينه والتاني على شماله. وقال سيدنا عيسى عليه السلام وهو متعلق على الصليب: يا الله، اغفر لهم عشان هم مش عارفين بيعملوا ايه. وكان شيوخ الشعب بيستهزؤوا بيه ويقولوا: نجى غيره ومش عارف ينجي نفسه، فلو كان بجد ده المسيح المختار فليه ما ينجيش نفسه؟
وقبل ما العساكر يصلبوه عروه واخدوا هدومه وهو على الصليب عمل قرع عليها ووقفت الناس تتفرج. وعلقوا فوق على صليبه يافطة مكتوبة عليها هو ده ملك شعب بني يعقوب. وحتى العساكر برضه كانوا بيستهزئوا بيه وقدموا ليه خل وقالوا لو انت كنت فعلا ملك شعب بني يعقوب نجي نفسك. وكان واحد من المجرمين المصلوبين جنبه بيتريق عليه وبيقول له انت بقى عمال تقول لنا انك المسيح المسيح، اثبت لنا انك هو ونجي نفسك وبالمره نجينا احنا كمان. لكن المجرم التاني شخط فيه وقال له انت ما بتخافش ربنا، حرام عليك، ده انت واعي في نفس العقوبه دي، فلو كان علينا فاحنا ننال عقوبتنا بالعد جزاء على اللي عملناه. لكن الراجل ده عمل ايه؟ وكمل كلامه وقال لسيدنا عيسى عليه السلام افتكرني لما تاخد سلطة ملكك. فرد عليه سيدنا عيسى عليه السلام وقال له النهاردة هتكون معايا في الجنة. وفي عز الظهر ضلمت الشمس وبقت الدنيا ضلمة لغاية الساعة 3 العصر. والستارة اللي في بيت الله اللي هي بتحمل معنى انفصال الله عن الإنسان انشقت نصين. وفي الوقت ده صرخ سيدنا عيسى عليه السلام صرخة قوية وقال يا الله في ايدك بسلم روحي، ومات. ولما شاف ضابط قيادة الحرس اللي حصل سبح ربنا وقال بجد كان الراجل ده راجل صالح. وكل الناس اللي اتجمعت علشان تشوف الصلب رجعوا هم زعلانين. أما الستات اللي جم وراه من الجليل والناس التانيين اللي كانوا يعرفوه فضلوا واقفين بعيد وشايفين كل اللي بيحصل.
وكان في عضو في المجلس الأعلى لبني يعقوب اسمه يوسف من مدينة رام الله، وكان الرجل ده تقي وصالح، وكان مستني مملكة الله، وما كانش موافق على اللي عملوه رؤساء رجال الدين والفقه مع سيدنا عيسى عليه السلام، فراح لبلاطس وطلب جسد سيدنا عيسى عليه السلام. فنزلوا من على الصليب ولفوا في كفن من الكتان وحطوا في قبر محفور من الصخر ما اندفنش فيه حد قبل كده، والستات اللي جم ورا سيدنا عيسى عليه السلام من الجليل مشوا ورا يوسف وشافوا القبر وجسد سيدنا عيسى فيه. واليوم ده كان يوم جمعة، وكان شعب بني يعقوب بيجهزوا فيه نفسهم ليوم السبت اللي هو يوم الراحة المقدس. وبعد كده رجعت الستات المكان اللي كانوا قاعدين فيه وحضروا العطور والطيب علشان يكفنوه، بس ما قدروش يدهنوا جسمه في اليوم ده لأنه كان يوم الراحة المقدس زي ما التوراة بتقول. وفي يوم الحد لما طلع الفجر راحت مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب وستات تانيين للقبر ومعاهم العطور والحنوط اللي حضروها، فلقوا إن الحجر اللي بيقفل فتحة القبر منزاح من مكانه، فدخلوا واستغربوا قوي لما ملقوش جسم سيدنا عيسى عليه السلام. هم لسه مذهولين بيبصوا حواليهم، ظهر لهم ملكين من نور على هيئة رجلين وحطوا وشهم في الأرض من الخوف. فقالوا لهم الملكين: ليه بتدوروا على الحي بين الأموات؟ هو مش هنا، ده قام من الموت، افتكروا اللي قال لكم عليه لما كان معاكم في الجليل. سيد البشر لازم يتسلم لإيدين الغرب ويتصلب ويموت، وفي اليوم الثالث هيقوم حي. فافتكرت الستات الكلام اللي قال لهم عليه سيدنا عيسى عليه السلام، ورجعوا بسرعة وقالوا للحواريين الحداشر واللي كانوا معاهم على اللي حصل. لكن الحواريين ما صدقهمش علشان كلامهم ما كانش معقول. فقام ابن الصخرة وجري على القبر
ولما وصل شاف من على الباب الكفن بس، وجسم سيدنا عيسى ما كانش موجود جوه. فرجع وهو مذهول. وفي نفس اليوم ده كان في اتنين من اتباع سيدنا عيسى عليه السلام ماشيين في طريقهم لقرية اسمها عمواس، اللي هي على بعد حوالي 10 كيلو من القدس، وهم بيتكلموا مع بعض على اللي حصل. ظهر لهم المسيح وفضل ماشي معاهم، لكن ربنا ما سمحش انهم يتعرفوا عليه. فقال لهم سيدنا عيسى: انتوا بتتكلموا عن ايه؟ وانتوا زعلانين كده ليه؟ فوقفوا وكان الحزن باين على وشهم. وواحد منهم جاوب على سيدنا عيسى عليه السلام وقال له: انت شكلك الوحيد اللي مش عارف ايه اللي حصل اليومين اللي فاتوا دول في القدس. فقال لهم سيدنا عيسى: ايه اللي حصل؟ فقالوا له: اللي حصل لعيسى الناصري اللي كان عظيم في معجزاته وفي كلامه وليه مكانة عالية قدام الناس والله، لكن رؤساء رجال الدين والشيوخ بتوعنا سلموه للرومان علشان يصلبوه ويموتوه، واحنا كنا بنتمنى ان هو يكون الشخص اللي هينجي شعبنا، وازاي انت مش عارف لغاية دلوقتي واحنا في اليوم الثالث من بعد صلبه؟ وفوق كل ده في ستات من معارفنا حيرونا قوي لما راحوا للقبر الصبح بدري وقالوا لنا انهم لقوا القبر اللي اتدفن فيه فاضي، وانهم شافوا ملكين وقالوا لهم انه حي. وبعد كده في رجاله من عندنا راحوا ولقوا الكلام اللي قالوه مظبوط. فقال لهم سيدنا عيسى عليه السلام: ايه تفكيركم المحدود ده؟ ودي قلوبكم محجره وايمانكم بكلام الانبياء ضعيف. كان لازم المسيح يتألم الألام دي كلها قبل ما يخش زمن مجده، وبدأ من التوراة لكتب الأنبياء يشرح لهم كل اللي اتقال عليه في كل الكتب دي. ولما قربوا من قرية عمواس عمل سيدنا عيسى نفسه إنه رايح لمكان أبعد، لكن اترجوه وقالوا له: الله يخليك اتفضل شوية معانا، ده الوقت بقى متأخر والدنيا قربت تليل. فدخل بيتهم ولما قعد معهم على الترابيزة أخذ عيش وشكر ربنا وقسمه واداهم منه. وفي الوقت ده الله فتح عيونهم وعرفوه، واختفى في ساعتها. فقال واحد للتاني: علشان كده حسينا إن قلبنا كان مولع بحرارة الأمل لما كان بيكلمنا في الطريق وبيشرح لنا من الكتب. فقاموا على طول ورجعوا للقدس. فلقوا الحواريين الحداشر وكل اللي معاهم متجمعين، وقالوا للحواريين: السيد المسيح قام من الأموات فعلا وظهر لابن الصخرة. فقالوا لهم الاتنين على اللي حصل في الطريق وازاي عرفوه لما قسم العيش. وفي الوقت اللي كانوا بيتكلموا فيه فجأة ظهر لهم سيدنا عيسى عليه السلام وحياهم، فترعبوا وفكروا انه شبح، لكن قال لهم: ليه انتم مرعوبين وليه شاكين في اني اكون حي؟ بصوا على ايدي
وبص على رجلي ومكان المسامير اللي فيهم. ده اللي واقف قدامكو ده هو أنا عيسى المسوني. وشوفه الشبح ملوش لا لحم ولا عظم. ولما قال الكلام ده وراهم إيده ورجله، ومن شدة الفرح والذهول ما كانوش مصدقين عينيهم. فقال لهم: يا ترى عندكم حاجة كلها؟ فدوله سمك مشوي فأخذ وأكل قدامهم. وقال لهم: ده اللي تنبأ به الأنبياء عني، وقلتلكوا عليه إنه هيتحقق بالظبط. وخليهم يستوعبوا اللي مكتوب في التوراة وكتب الأنبياء والزبور، وفكرهم إنه مكتوب إن المسيح كان لازم يتألم ويموت ويقوم من الموت في اليوم الثالث. وقال لهم: أنا هديلكوا القوة علشان تنادوا باسمي في كل الشعوب عشان التوبة وغفران الذنوب. والكلام ده هيبدأ في القدس وهيتنشر للعالم كله، وهبعت لكم روح الله اللي وعد بيها ربنا عشان يشجعكوا إن تقولوا للناس شهادتكم عن كل ده. لكن دلوقتي أنا عاوزكم تقعدوا في مدينة القدس لحد ما تحل عليكم قوة من السماء. بعد كده خرج معاهم لمكان قريب من قرية بيت عنيا، ورفع إيده وباركهم. وهو بيباركهم صعد للسماء. فسبحوه ورجعوا للقدس وهم فرحانين قوي، وكانوا بيقضوا معظم وقتهم في ساحة بيت الله يتعبدوا لربنا.